كل إنسان عنده مشكلة، شاب يبحث عن عمل هذه مشكلة، شاب يبحث عن زوجة هذه مشكلة، إنسان له زوجة ليست كما يتمنى هذه مشكلة، إنسان دخله قليل، إنسان عليه ديون لا قبل له بوفائه، ما أكثر الهموم، إنسان عنده مشكلة صحية. حياة البشر هكذا أرادها أن تكون. أنت أمام طريق مسدود، ما في عمل، وشاب، ما في زواج، ما في عندك بيت، يعني مشكلات الحياة لا تعد ولا تحصى، مرض معقد يحتاج إلى أموال طائلة، هذا كرب. قانون تفريج الكرب، والله الذي لا إله إلا هو، وألقى الله بهذا الكلام، زوال الكون أهون على الله من أن تتقي الله ثم لا ترى الفرج. بأي مكان كنت، بأي زمان، بأي محيط، بأي بيئة، بأي نظام، بدولة غنية، فقيرة، شرق، غرب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه شعار عظيم لكل شاب. مما تشكو؟ اتق الله، اتق الله يجعل لك مخرجا، اتق الله في اختيار زوجتك يجعل الله لك مخرجا من الشقاء الزوجي، اخترها ذات دين تربت يداك إن لم تفعل، اخترها تعرف الله، إنها أم أولادك. من يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي، ومن لا يتق الله في اختيار زوجته تريه النجوم ظهرا. المرأة جنة أو نار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الآن من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم. أنت حينما تعتني بابنك صغيرا تأخذه إلى المسجد، تحفظه كتاب الله، تهتم بأخلاقه، بأصدقائه، بدراسته، بصحته، بعاداته، بتقاليده، هو معك يلزمك. فإذا شب رأيته قرة عين لك. والله أيها الإخوة، ما من شيء أغلى على الأبوين من ابن صالح يدعو لهما من بعدهما، هو صدقة جارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. لذلك يقول سيدنا عمر: أقوم إلى زوجتي وما بي من شهوة إلا رجاء ولد صالح ينفع الناس من بعدي. الولد ثروة كبيرة. يا أيها الإخوة، نحن في امتحان، في عندنا مشكلة زوجية، مشكلة بالأولاد، مشكلة بالدخل، مشكلة بالصحة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله حدثني أحد علماء دمشق، جاءه شاب قال له: أنا ما معي شيء، وأنا في سن الشباب، وأنا أتمنى أن أتزوج، لا في بيت، ولا في عمل، ولا في مهر، يعمل في محل تجاري بدخل قليل جدا. قال له: اتق الله. قال له: هذه أين تصرف؟ شو اتق الله؟ ما فهم أبعاده. قال له: ما عندي غيره، مع السلامة. هذا فكر اتق الله، مجال تقوى عمله، يعني هو موظف بسيط جدا بمحل، يبدو أنه أخذ هذا الكلام بمحمل خطير. قال له، قال بعدين: داومت دوام كامل، المحل كأنه إلي، غضيت بصري عن أي فتاة تدخل إلى المحل، ما كذبت أبدا، نصحت الزبائن. يذكر تفاصيل تفاصيل تفاصيل.
فصاحب المحل وضع مو طبيعي، كأنه صاحب المحل هو اهتمام دوام. فالذي حصل أنه صاحب المحل طمع به أن يكون زوجاً لابنته، بس ما أخبره. وأمن بيت جيد جداً، وصار يقول له رافقني أنا مضطر أكسي بيت، أنا بحب ذوقك. هو يختار السيراميك، هو يختار البلاط، هو يختار. بعد ما انتهى البيت قال له هذا البيت لك، أنا حزوجك بنتي. فأجا دعا الشيخ على عقد القران، قال له سيدي ما تذكرتني؟ قال له لا والله. قال له مرة أنا جيت لعندك قلت لي اتقي الله، أنا اتقيت الله، الله أكرمني بزوجة وبيت منك ودخل جيد. أنا والله وألقى الله بهذا الكلام ما بصدق في الأرض في الخمس قارات من آدم ليوم القيامة أنه شاب يتقي الله والله عز وجل لا يفرج عنه. وما أكثر المشكلات، والله في مشكلات بالعالم الإسلامي والله تنهد لها الجبال، في صعوبات، في طرق مسدودة، في أبواب مغلقة، في قهر، في قتل، في فقد حرية، في مرض، في جوائح، في شيء لا يحتمل. ترون كل يوم أنتم بعيونكم ما الذي يجري في العالم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي، من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم، من يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من تلف المال، من يتق الله في التوحيد يجعل الله له مخرجا من الشرك. الآية والله الذي لا إله إلا هو لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفت. مرة أعرابي قال للنبي الكريم عظني ولا تطل، تلا عليه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال كفيت. أعرابي اكتفى بقسم من سورة بآيتين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اتق الله، اتق الله ترى الأمور ميسرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، دققوا في هذه الآية، صدق أنه مخلوق للجنة لا للدنيا. أنت حينما تؤمن أنك مخلوق للجنة تنعكس الموازين كلها، ترى الذكاء والفلاح والفوز والتفوق في العطاء لا في الأخذ، ترى النجاح والتفوق والذكاء في بذل جهدك للآخرين لا في أخذ جهودهم. إن لم تنعكس مقاييسك بعد الإيمان بالله واليوم الآخر يكون بالإيمان في خلل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيها الإخوة، هذه الآية هي الحل. المسلمون ماذا يعانون؟ والله ما بعتقد مر بتاريخهم زمن أصعب من هذا الزمن. والله متهمون بعقيدتهم وبأخلاقهم، متخلفون، إرهابيون، قتلة، جهلاء، فقراء، متهمون. ما الحل؟ الحل بكلمتين، كلمتان في كتاب الله، كلمتان فقط في كتاب الله. الدليل قال تعالى ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وفهمكم كفاية. الله قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا كلام خالق السماوات والأرض. هذا الكلام زوال الكون أهون على الله من ألا يقع. هذا الكلام وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. عظمة هذا الدين أيها الإخوة أن المجموع إذا طبقه قطف ثمار يانعة، وإذا طبقه واحد وحده قطف ثمار يانعة. يصلح دين جماعي ودين فردي. إذا الناس شردوا عن الله
ولم يستقيموا وتنكروا لهذا الدين وغمسوا في الشهوات والمعاصي والآثام. دعك منهم. الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إنه بآخر الزمان في وضع صعب جدا. إذا رأيت شحا مطاعا، مادية مقيتة يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا. الجنس هو كل شيء في حياة الناس. نحن أمة اقرأ، يعني بشهر رمضان، بشهر العبادة، بشهر التقوى، بشهر القرب، بشهر الصلة بالله، ما في غير مسلسلات. هذا واقع الناس. كان شهر عبادة صار شهر فولكلوري، شهر ولائم. فيا أيها الإخوة، إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. قال: فامسك لسانك، أمسك لسانك، والزم بيتك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. فهذا الدين عظمته إن طبقته الأمة انتصروا ووصلوا إلى أطراف الدنيا. لأنه لو فهم الصحابة الكرام الإسلام كما نفهمه نحن، والله الذي لا إله إلا هو ما خرج الإسلام من مكة. أما أن يصل إلى الصين، أن سيدنا ابن رواحة كلفه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم تمر خيبر، في اتفاقية بينهم، فجاء لعندهم كي يقيم تمرهم فأغروه بحلي نسائهم كرشوة. قال: والله جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من القرد والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم العدل. فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا. بهذا قامت السماوات والأرض. نحن أمة نعاني ما نعاني، والله خلاصنا بيدنا، والورقة الرابحة بيدنا، والكرة في ملعبنا، والله ينتظرنا. وإن تعودوا نعود، وإن تصلوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يلغى كل شيء. أيها الإخوة، فنحن حينما نطبق هذا الدين تطبيق جماعي نقطف ثمار يانعة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثلاث وعود: الاستخلاف والتمكين والتطمين. ونحن الآن لسنا مستخلفين ولا ممكنين ولسنا مطمئنين، هذه الحقيقة، والأمر بيدنا. فإما أن تطبق هذا الدين أيها الأخ المؤمن الكريم وحدك تقطف ثماره يانعة، أو أن يطبق المجتمع كله هذا الدين نقطف ثمارا جماعيا. فكل إنسان يتأمل ويدقق ويحقق، يرسم لحاله خطة، يبحث عن النقاط السلبية بحياته، وين في معاصي، وين في آثام، وين في تقصير، وين في تقصير بأداء الواجبات، وين في إنفاق غير صحيح، وين في كسب مال في شبهة. دقق. أذكر كلمة وردت في شأن الحج: من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. أقيس على هذا: يجب أن يغلب على ظنك أن الله غفر لك، وأن الله قبلك، وأن الله أعتقك من النار، وأنك فتحت مع الله صفحة جديدة، وأنك اصطلحت مع الله، وأنك عدت إلى الله. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. والله الذي لا إله إلا هو كلمة هنيئا لك لا تصلح إلا لمن اصطلح مع الله. بتهنيه ببيت سيتركه، بتهنيه بمركبة سيتركه، بتهنيه بمال وفير سوف يفارقه، أما بتهنيه بالهدى
لذلك تمام النعمة الهدى. النعمة الحقيقية الهدى، سيدنا علي رضي الله عنه يرتب النعم ثلاث مستويات: نعمة الهدى رقم واحد، نعمة الصحة رقم اثنين، نعمة الكفاية رقم ثلاثة. فإذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. والحمد لله رب العالمين.